بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب الصف السادس من مدارس العبير الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى بنختم الفصل العاشر بالدرس الأخير، وهو مساحة سطح المنشور الرباعي. فكرة الدرس أوجد مساحة سطح المنشور، يعني أجد مساحة سطح المنشور الرباعي، والمفردات اليوم هي مساحة السطح. هنبدأ بالنشاط الموجود عندي في الكتاب، هتنقل دوت هذا المخطط في ورقة، ثم تقصه، ثم تطوي الورقة عندي الخطوط المنقط ديت وتطويها وتلزقها، تحصل على هذا المنشور اللي هو نفس المنشور السطح. تعال نتعلم ازاي نطوي هذه الورقة. هنقص، يعني نفتح المنشور من اهوت وبعدين نفتحه ونركبه تاني عشان تتعلم ازاي تصنع المنشور الرباعي. اهوت فتحناه، اهوت اهو اهوت، يبقى انا عندك 6 اوجه، همت 6 اوجه، ده 1 اهوت، 2 3 4 5 6. هنرجع نركبه تاني، نلفه اهوت اهوت، تمام. يبقى انا حصلت على المنشور ربع. تعالوا مع بعض بقى ناخد مساحة أو نتعرف على سطح المنشور الرباعي. بيقول لي يسمى مجموع مساحات جميع أوجه المنشور مساحة سطح المنشور. يعني لو أنا عندي منشور رباعي أمامي الآن وعايز أجيب مساحة السطح، يبقى لازم أجيب مساحة جميع أوجهه. فرضنا المنشور هو الثاني، فكناه هو أمامنا، بتلاحظ ان كل وجهين متقابلين متطابقين، يعني متساويين في المساحه. فانا هجيب مساحه وجه، يبقى الوجه المقابل نفس المساحه. طيب الوجه على شكل مستطيل، يبقى اضرب الطول في العرض. فهنجيب هنا الشكلين دول الاول، او الوجهين ده هم، اضرب لام في ضرب، يديني مساحه الوجه هذا والوجه هذا. هنا ضاد في عين، ضاد في عين، يبقى ضاد عين هنا وضاد عين هنا. هنا لام في عين، لام في عين. انا عارف بقى ان مساحه السطح بتساوي مجموع مساحات اوجه الستة. المساحه طبعا رمزها ميم زي ما اتعلمنا قبل كده، وابدا اجمع لام ضاد ولام ضاد، يبقوا كام؟ 2 لام ضاد، واقول زائد هنا لام عين زائد لام عين، يبقى 2 لام عين. وبعدين هنا ضاد عين زائد ضاد عين، يبقوا كام؟ يبقى 2 ضاد عين. وديت هي صيغة مساحة سطح منشور الرباعي. طويلة شوية بس متحفظة، تبقى سهلة إن شاء الله تعالى. تعال نشوف طريقة استخدامها في حل المسائل. مهم جدا تعرف الطريقة، لأن هي طويلة شوية فمحتاجة تركز في الطريقة، إن شاء الله تبقى ميسر لك إن شاء الله. كتبنا القاعدة، وأقول بقى شوف هتعمل إيه. هتقول 2 ضرب وتطرق فراغ وتكتب زائد، ثم 2 ضرب وتطرق فراغ ثم تقول زائد، وبعدين 2 ضرب. لازم تترك فراغ هنا وهنا وهنا، وتاخد الثلاث اعداد تكتبهم هنا باي ترتيب يعجبك، اي ترتيب. تبدا تضرب الاول في الثاني، ثم الاول في الثالث، ثم الثاني في الثالث، 3 ضربات بس. يبقى 5 في 7، ده 7 في 5، يبقى حط الناتج هنا كام؟ 35. وبعدين 7 في 4 28، وبعدين 5 في 4 كام؟ 20 بس. ثم اقول يساوي وابدا الضرب. ايوه اللي عليه علامه الاصفر ديت هنضربه، دول يعطي 70، واقول زائد، وبعدين دي 56، واقول زائد، واضرب دي يديني كام؟ 40. خلاص بقت سهله بقى، جامع عادي، حط الناتج الجامع واكتب سنتيمتر مربع بس، نجسرها. دي الطريقه تيسرها لك ان شاء الله تعالى. تعال شوف سؤال اخر اهو. كتبنا القانون وكتبنا الاعداد دي هنا، طبعا يساوي هنا لسه. ايوه مين اللي هيقول؟ ايوه 2 ضرب زائد 2 ضرب زائد 2 ضرب، ثم نكتب هذه الاعداد بالطريقه دي. يعني نضرب 4 في 3 12، ايوه، و4 في 2 8، وبعدين 3 في 2 كام؟ 6. اقول يساوي وابدا اضرب بنفس الطريقه اللي فاتت، هنا 24 وزائد، هنا 16 وهنا 12، احطهم تحت بعض واجمعهم واقول متر مربع. سؤال اخر، اعداد اكبر هي، اكتب القانون. مين يقول لي اكتب بقى هنا؟ ايوه 2 ضرب
فراغ زائد 2 ضرب فراغ زائد 2 ايه ضرب. كتبنا مساس اعداد وابدا. يلا 99 في 45 ب ايوه، و 90 ايضا في 45 نفس الناتج برضه في السابق، وبعدين 45 في 45 اضع الناتج قول يساوي، وابدا الضرب اللي احنا قلنا عليه، اضرب دولت هيديني كام؟ 8100، واضرب قول زائد، واضرب هنا هيديني 8100 نفس الناتج طبعا، وهنا اضرب هيديني 4005، احطهم تحت بعض واجمعهم هيديني هذا الناتج 20250، واكتب ايه؟ سنتيمتر ايه مربع. تعال ننتقل لمسائل تأكد، نحل مسألتين من تأكد. هنا كتبنا القانون وهي من يقول بقى ايوه 2 ضرب فراغ زائد 2 ضرب فراغ زائد 2 ضرب. اكتب السياسة اعدادي هنا وابدأ الضرب، 8 في 7 ايوه 56، 8 في 6 48، 7 في 6 كام؟ 42. هضرب اهيت هنا 112 وقول زاد، واضرب هنا 96 وقول زاد، واضرب هنا 4 وكام؟ 80. جمعناهم بقى عرفنا الطريقة، قول متر ايه؟ آخر سؤال كتبنا اهيت هنا اكتب يساوي اهوت، قول 2 ضرب زائد فراغ 2 ضرب زائد فراغ 2 ايه؟ 2 ضرب، واكتب الاعداد هنا واضرب احط الناتج هنا، ثم اضرب 15 في 11 احط الناتج هنا، ثم اضرب 16 في 11 وضع الناتج اقول يساوي، هنضرب نفس اللي ضربناه من المره اللي فاتت اهوت كام؟ قول زاد، اضرب هنا واحط الناتج، واضرب هنا وايه وضع الايه الناتج. مهم جدا جدول الضرب، بعدين تجمعهم مع بعض اهوت، وتكتب هنا ايه سنتيمتر ايه سنتيمتر مربع. وبكده وصلنا لنهايه الدرس، و نلتقي في درس قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.